السلام عليكم. السيد العمري هو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وهو الأمين العام لحزب الأصل والمعاصرة. بغينا نسولوا سيادتكم على الأهمية حضور في هذا المعرض كرئيس جهة. أولا هذا في إطار الأهمية ديالو هو اللقاء مع خوتنا المغاربة، وبالخصوص أن الأغلبية ديال المغاربة اللي موجودين في بلجيكا. لا، بالخصوص الاستثمارات راه كما سمعتي قدمت الناس بان كاين مجهود كيدار من طرف الجهه ومن طرف مصالح اخرى باش نشجعوا الاستثمارات لا ديال المغاربه العالم الموجودين في الخارج ولا ديال الشركات الاجنبيه والشركات الوطنيه باش نخلقوا المزيد من فرص ديال الشغل، وايضا الانفتاح، وهذا هو اللي اساسي، على الطاقات المغربيه من شابات وشباب اللي موجودين اليوم في الخارج وبالخصوص في اوروبا اللي عندهم رصيد معرفي وعلمي مهم ينفعوا بها بلادهم. غنعاودو نقصطي وعاوني انا مزاوقه في قصطي من 2004. صافي مزاوقه في قصطي. لا واش نسمع دابا ولا؟ لا حتى غتمشيو للقاعه باش واش تعاوديها تما؟ نعاودها تما انا مزاوقه. لا واش وبالنسبة شنو هي المجهودات اللي كتقدموا بها لمساعدة الناس اللي ضحايا العقار أو مافيا العقار؟ أولا أنا لأول مرة كنحضر هذا المريض، ولأول مرة كنسمع على هذا النوع من المشاكل. تلقيت مجموعة من الشكايات من عند مواطنات ومواطنين كتخص شركات معينة، كيقولوا بأن هذه الشركات ما التزمتش تجاههم بهذاك الشيء اللي كان بيناتهم، ما إما ما سلمتش الديور والشقق في وقتها، ما إما مازال ما سلمتهاش كاع، ما إما سلمتها ماشي بداك المواصفات اللي كانوا في العقود في الأول. حنا اول حاجه غادي نلتجئوا لهاد الشركات، غادي نحاولوا ما امكن نحثوها ونقنعوها باش 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 تحل مشاكل مع المواطنين، والمواطنين عندهم الحق الالتجاء الى القضاء في حاله ما اذا ما سامحني قطع سيادتكم، مجموعه من المواطنين التجهوا للقضاء ولكن ما كانش صديقنا بنتي صعيب عليا باش نتذكر على القضاء، ماشي من اختصاصي وما ممكنش نتذكر عليه لانني كنحترمه ولانني ما عارفش بالضبط علاش، واش خسروا الدعاوي ديالهم مسطريين ولا خسروها في الموضوع ولا، لان ماشي من الاختصاص ديالي. ولكن حنا كجهه هاد المشاكل غادي ندرسوها ونحاولوا نقدموا فيه مقترحات، لانه هو الصلح احسن من الالتجاء الى مسطره القضاء.